بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، مرحبا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء، أن ينفع به الجميع. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. بداية بارك الله فيكم فضيلة الدكتور صالح، نبدأ هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة يتساءل عن العقيدة، يقول ما هي العقيدة وما هو التوحيد، ويسأل أيضا أهمية، لا شك أن للعقيدة الإسلامية أهمية كبيرة تظهر في بعض في الأمور كثيرة في حياة المسلم، ما هي هذه الأمور؟ سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وهو وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة والتوحيد شيء واحد، والعقيدة هي الأصل الذي تبنى عليه سائر الأعمال صحة وفسادا. فإن كانت العقيدة صحيحة سليمة فالأعمال كلها تكون بإذن الله صحيحة، وأما إذا اختلت العقيدة اختلت الأعمال، قد تكون باطلة وقد تكون ناقصة إلى غير ذلك. العقيدة هي الأساس، والعقيدة هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمدا رسول الله، هذا أصل العقيدة، معنى الشهادتين وما تضمنتاه من إخلاص التوحيد لله، إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، وهي العقيدة التي جاء بها كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل رسول أول ما يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قالها نوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. كل نبي أول ما يدعو قومه إلى العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة هي الأساس، ولا فائدة في الأعمال بدون عقيدة، بدون عقيدة صحيحة سليمة على ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي الأساس الذي تبنى عليه أمور الدين وأمور الإيمان والعبادة. فلذلك يجب الاهتمام بها قبل كل شيء، يجب أن تكون لها الصدارة
في المناهج الدراسية وفي كل مناحي التعليم وكل ما، وأيضا في الدعوة إلى الله عز وجل، تكون الدعوة إلى الله أول شيء إلى العقيدة الصحيحة، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون قومهم أول شيء إلى العقيدة الصحيحة دون أن يأمروهم بصلاة أو صيام أو غير ذلك من العبادات. أول ما يبدأون به الأمر بتصحيح العقيدة الخالصة لله عز وجل، وهذا واجب المسلمين وفي كل زمان ومكان أن يهتموا بالعقيدة الصحيحة تعلما وتعليما ودعوة إليها. كل دعوة لا تهتم بالعقيدة فإنها دعوة فاشلة ولا نتيجة لها ولا أثر لها. نعم. أثابكم الله فضيلة الدكتور صالح حفظكم الله. أيضا من أسئلته يقول: ما هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله؟ مقتضاها أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، هذا مقتضاها، لها معنى ولها مقتضى، معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها، ومقتضاها إخلاص العبادة لله عز وجل ونفي الشرك، تجنب الشرك، وكذلك من مقتضى الشهادتين تجنب البدع، لأن العبادات توقيفية لا دخل للعقول ولا للاستحسانات ولا لأي رأي فيها، لأنها توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. نعم. أثابكم الله فضيلة الدكتور الصالح، أيضا هذا سائل آخر في هذا السياق يقول: كيف يكون التسليم لما جاء به الوحي مع إعطاء العقل دوره الحقيقي؟ الأصل الوحي، الأصل في ذلك الوحي. نعم. فالدين يبنى على الوحي المنزل، وأما العقل فهو للتأمل، تأمل الأشياء والتفكر فيها وفي آيات الله عز وجل وتدبر القرآن، هذا مجال العقل. نعم. أثابكم الله، أحسن الله إليكم. الأخ محمد مصطفى سوداني مقيم في المملكة يتساءل عن التوسل بغير التوسل بالأنبياء وبالأولياء، ما الفرق وما هو واجبنا في التوسل وما هو التوسل؟ التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل. نعم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالوسيلة هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما التوسل فهو كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ونقول: يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا رزاق ارزقنا، وهكذا بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى نتوسل بها إليه. وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة، كما توسل الذين انطبقت عليهم صخرة في فم الغار فلم يستطيعوا الخروج، توسلوا بصالح أعمالهم التي أسلفوها. أحدهم توسل إلى الله بعفته عن الحرام، والثاني توسل إلى الله ببره لوالديه، والثالث توسل إلى الله بأمانته وحفظه لحق الأجير حتى جاء وأخذ أجرته. فلما توسلوا إلى الله بهذه الأعمال انفرجت عليهم عنهم الصخرة وخرجوا يمشون كما دخلوا. هذا هو التوسل الصحيح، توسل إلى الله بالأعمال بأسماء الله وصفاته، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وكذلك التوسل بدعاء الصالحين
الحاضرين، لأن تطلب من رجل صالح حاضر عندك أن يدعو الله لك كما طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث والسقيا، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فقام العباس ودعا الله سبحانه وتعالى واستسقى لهم فسقاهم الله عز وجل، استجاب لهم. نعم، أثابكم الله فضيلة الدكتور. عودا على السؤال الأول، بقي يسأل يقول: من منهج السلف في الاستدلال على العقيدة يقوم على أسس، منها حجية السنة والسنة المتواترة والآحاد في العقيدة، ما المقصود بذلك؟ نعم، السنة لا شك أنها تنقسم إلى متواتر، وهو ما رواه جماعة عن مثلهم من بداية السند، يستحيل تواطؤهم على الكذب من بداية السند إلى نهايته، ولكن الأحاديث المتواترة قليلة، والأكثر هي أحاديث الآحاد، فيها المشهور وفيها العزيز وفيها الغريب. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته، مع السلامة من الشذوذ والعلل كما ذكر أهل العلم في مصطلح الحديث. فهذا هو أصل السنة وأصل العبادة وأصل الدين، أنه يؤخذ من هذه المصادر العظيمة من الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. نعم نعم، بارك الله فيكم. ما المقصود بترك التأويل المذموم لنصوص الكتاب والسنة؟ تأويل المذموم، تأويل في الأصل هو التفسير. نعم، تفسير يسمى تأويل، والتأويل أيضا هو ما يؤول إليه الشيء، و مع يعني مثلا حقائق الأسماء والصفات وحقائق الأشياء الغائبة عنا، هذه لا يعلمها إلا الله، الحقائق والمآلات هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالله جل وعلا قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالتأويل هو ما يؤول إليه الشيء، والعاقبة، مثل حقيقة الجنة وحقيقة النار وما أخبر الله به من أمور الآخرة، ومثلا كنها أسماء الله وصفاته، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى فنحن نعلمه، نعلم المعنى والتفسير. فالتأويل يطلق ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به حقائق الأشياء ومآلاتها، وهذه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم فضيلة الشيخ، إذن هناك تأويل مذموم وتأويل ممدوح يا شيخ؟ نعم، التأويل الممدوح هو ما ذكرناه. نعم، يعني مآلات الأشياء أن تفوض إلى الله، لا يعلمها إلا الله. وأما معاني الأسماء والصفات ومعاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فهذه نعلمها، المعنى نعلمه، ولكن الكيفية والمآل لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. إذن معنا الأخ ممدوح من الرياض، تفضل الأخ ممدوح. اي نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال يا شيخ؟ انا عندي سؤال يا شيخ. تفضل. انا طال عمرك. نعم. ادافع عن ولاة الامور وادافع عن الوطن،
لكن أكثر الناس طال عمرك ارتفاع شيء من نوع من التزييف، فهل أستمر يا شيخ ضد الأحزاب وضد المجاهدين اللي يزعمون أنهم مجاهدين في مناطق الفتن؟ هل أستمر؟ ما نصيحتكم لي يا شيخ؟ يا أخي إذا كان عندك علم وبصيرة فاستمر على هذا ولا تتركه، وتدعو إلى الله عز وجل على بصير الناس الغالطين أغلاطهم ليتوبوا ويرجعوا عنها، وتناصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن. نعم. طيب، سؤال آخر. شكرا لك يا أخ ممدوح. نعود إلى الأسئلة. هذا السائل يقول حفظكم الله، ما هي علامات حب الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا؟ علامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فلا يكفي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوى محبته مع معصيته ومخالفته عليه الصلاة والسلام ومع مخالفة سنته والعمل بالبدع، هذا ليس فيه محبة للرسول، وإنما هو مجافاة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول بالاتباع، كما أن محبة الله باتباع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. أثابكم الله، بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل ويقول، قبل قليل تحدثتم عن العقيدة الإسلامية، لكن يقول ما هو واجبنا تعليم العقيدة الإسلامية وتوضيحها لأبنائنا وبناتنا في صغرهم؟ الحمد لله، المدارس مفتوحة والمعاهد والكليات ودور التعليم وكلها فيها العقيدة. أول شيء، أول دروسها في العقيدة بعد الكتاب والسنة العقيدة، فيدرسونها في المدارس، حتى في المدارس الابتدائية يلقنون مبادئ العقيدة وأصول العقيدة، ثم يتطور هذا التعليم شيئا فشيئا إلى أن يتكامل وينمو علمهم بالعقيدة. ساعدوهم، من عنده علم فليساعد وليحفظ أبناءه العقيدة ويلاحظهم في دروسهم ويتابعهم في دروسهم حتى يفهموها. نعم. نعود إلى الاتصالات. معنا الأخ سامي من القصيم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. والسلام ورحمة الله. هل صحيح أن شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوم؟ شارب الخمر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وفي الحديث لا يدخل الجنة، يعني هذا من أحاديث الوعيد، يعني قد أنه يحرم من دخول الجنة من أول وهلة ويعذب بالنار على شربه الخمر، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. فأما أنه ما تقبل له صلاة 40 يوما فلا أعلم شيئا من ذلك. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، نؤمن بأن الله هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء، ولكن السؤال أين الله قبل خلق السماوات والأرض؟ الله أعلم. الله جل وعلا في العلو، الله جل وعلا في العلو، هذا نؤمن به ونقطع به أن الله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فنؤمن بعلو الله فوق مخلوقاته قبل أن يخلق السماوات والأرض وبعد ذلك ودائما وأبدا، صفة ذات ملازمة. نعم. طيب، شكرا. شكرا يا سامي، بارك الله فيك. طيب الشيخ صالح حفظكم الله، من يقول إن الله معنا في كل مكان، في بيتنا، في عملنا، في طريقنا، كيف يكون ذلك؟ إن كان قصده معنا في كل مكان يعني بإحاطته وعلمه واطلاعه سبحانه، هذا معنى صحيح. أما إن كان معنا بذاته هذا كفر بالله، هذا مذهب الحلولية والعياذ بالله. الله فوق سماواته مستوٍ على عرشه،
وأما أنه مطلع على أعمالهم وهو معهم بعلمه سبحانه وإحاطته فهذا شيء ثابت، كذلك مع المؤمنين بنصره وتأييده مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هو معهم بنصره إنني معكما أسمع وأرى. فالمعية على نوعين، معية إحاطة واطلاع ومعية نصر وتأييد. نعم، أثابكم الله. نعود إلى اتصالاتكم أيها الأخوة والأخوات. معنا الأخ أحمد من جدة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام، تفضل أحمد. يا شيخ صالح، بس حبيت أسأل، أنا والدي توفى الله يرحمه السنة الماضية، هو كان مدخن، يعني ما يصوم يعني رمضان بدائي التدخين، فتكلمنا ونصحنا كثير الله يرحمه، ولكن كان يعني يقول يا ولد يعني ما أقدر يعني أصبر عن التدخين. فهو يا شيخ يعني من فترة طويلة هو ما يصوم رمضان، فهل نقضي عنه أو إيش المفترض أن نعمل؟ هو يصلي يؤدي الصلوات؟ نعم الحمد لله، محافظ على الصلوات يا شيخ. محافظ على الصلوات. هو أخطأ في قوله إنه يترك الصيام لأنه ما يستطيع ترك الدخان، أخطأ في هذا، وعليه القضاء، ولكنه مات قبل أن يقضي. فإذا أردتم أن تقضوا عنه من باب البر به وإبراء ذمته هذا شيء طيب وجزاكم الله خيرا. نعم، بس الشيخ صالح هو يعني من أكثر من 20 سنة هو كان يصوم الله يرحمه، القضاء ما يكون في مشقة؟ أو إن كان مريض ولا يستطيع الصيام فإنه يفطر من أجل المرض، أو كان مثلا له عذر في ترك مسافر مثلا، فهذا يقضي إذا كان تمكن من القضاء، وإن مات قبل أن يقضي فيقضى عنه. من يريد القضاء عنه إبراء لذمته من أقاربها أو من غيرهم. شكرا يا أحمد، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، هذا السائل يقول في قول الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، يسأل بارك الله فيكم كيف يكون نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا؟ نعم، يجب علينا مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمناصرة سنته واتباعه عليه الصلاة والسلام ومحبته وطاعته، ونرد على الذين يتطاولون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا إذا كانوا مسلمين ويتطاولون على الرسول ويستهزئون فالإسلام يطبق عليهم حد الردة، أما إن كانوا من الكفار فإننا نرد عليهم شبهاتهم ونرد عليهم مقالاتهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبين منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أثابكم الله فضيلة الدكتور صالح. هذا الأخ، السلام عليكم فضيلة الشيخ صالح، هل يجوز التصدق عن الميت المقصر في صلاته، وما هي كفارة الصلوات التي فاتت علينا في سنواتنا كنا مقصرين فيها؟ نعم، الذي مضى عليه مدة طويلة وهو لا يصلي، إن كان يجحد وجوب الصلاة فهذا كافر، أما إن كان يقر بوجوبها ولكنه تركها كسلا فإنه يقضيها، إذا أمكن ذلك فإنه يقضيها، وإذا كانت مدة ولا يتمكن من قضاء ما فات فإنه يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في مستقبل حياته ويكثر من الأعمال الصالحة، والله يتوب على من تاب. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا محمد من الرياض يقول كيف يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ أن نؤمل فيه الخير سبحانه وتعالى، نحسن به الظن. الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وأنا معه حيث ذكرني، فنحسن الظن بالله وأن نؤمل الخير من الله عز وجل، هذا هو حسن الظن بالله. نعم، بارك الله فيكم.
أبو إبراهيم من جدة يقول حفظكم الله: الأمانة التي وردت في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الآية، يقول ما المقصود؟ تشمل يعني تربية الأبناء، وهل هي تشمل حب الوطن، وهل هي تشمل أيضا تعامل المسلم مع أخيه المسلم؟ الأمانة المذكورة في الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال حملنها، هذا عرض تخيير، ما هو عرض إلزام، عرضها عليهم عرض تخيير، من قام بها له الثواب ومن خالفها عليه العقاب. فالسماوات والأرض آثرت السلامة فأبينا أن يحملنا، والمراد بها أمانة التكليف والعبادة، عبادة الله، هذه الأمانة المذكورة في هذه الآية. نعم، بارك الله فيكم. أيضا السائل أبو عمر من مكة المكرمة يقول: النصيحة لله سبحانه وتعالى هل هي موكلة بأشياء أيضا معينة؟ النصيحة تختلف، أن تنصح من رأيت عليه خطأ أو تقصيرا أو أمرا لا، وكذلك النصيحة في أمور الدين والعبادات، إذا كان عندك علم ومعرفة وبصيرة فإنك تنصح من رأيت منه تقصيرا في دينه أو في عقيدته، وتبين له خطأه وما عنده من النقص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم، نعود إلى الاتصالات. أبو إبراهيم من جازان. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. والسلام، كيف حالك يا سماحة الوالد؟ حياكم الله. سؤالي: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بسلوكه ونهانا عن اتباعه؟ الصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل، وأن هذا صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، وهو دين الإسلام، وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، أو هو دين الكل حق، الرسول صراط، واتباعه اتباع للصراط المستقيم، واتباع الإسلام والتمسك بالإسلام اتباع للصراط المستقيم، وقيل القرآن، القرآن هو الصراط المستقيم، ففسر بثلاثة تفاسير: أنه الإسلام، أنه الرسول، أنه طريق المستقيم. نعم، سؤال آخر. أنه القرآن، أنه القرآن، نعم، أنه القرآن، نعم. نعم، هذا يسأل عن القرآن الكريم حفظكم الله، محمد حافظ من الدمام يقول: ما هو واجبنا تجاه القرآن الكريم، وواجب من هجر القرآن وقد حفظ أجزاء منه، ماذا عليه؟ القرآن الكريم كلام الله عز وجل، يجب علينا أن نجله وأن نعتني به وأن نعمل به، وإذا حفظناه أو حفظنا شيئا منها نحافظ عليه لئلا ننساه، ولأنه يتفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك العمل بالقرآن الكريم، يجب أن نعمل به، ما يكفي حفظه ولا يكفي تلاوته، وإنما هذه وسائل، والغاية هي العمل بالقرآن الكريم. نعم، أحسن الله إليكم. محمد سعيد من الرياض يقول: الحلال بين والحرام بين، لكن كيف أتبين ذلك من خلال معاملاتي المالية؟ عليه السلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فهناك حلال بين مثل الطعام والشراب والمباحات من الملابس والأطعمة والأشربة التي أباحها الله عز وجل لعباده، والحرام بين مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وغير ذلك من كبائر الذنوب وصغائرها، هذا. وهناك أمور مشتبهات ما يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام لتنازع الأدلة فيها، هذه لا يعلمها إلا أهل العلم، يرجع إلى أهل العلم فيها، أما العامي والجاهل فلا يدخل فيها، ولكن يتجنبها حتى يحتاط لدينه وعرضه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أثابكم الله. معنا اتصال الأخ عبيد من الرياض. نعم،
نعم. سم معك الشيخ صالح. نعم نعم. اسمعني عن طريق الهاتف. أغلق التلفزيون. شيخ خير الشيخ صالح. جزاك الله بالخير. طال عمرك أنا معي ناعدة لها 7 سنوات. نعم. جاتني وخامس ضايعة وبعدين طردتها 3 مرات والله أطلت على السيارة بأغبط حقها. وبعدين هي صارت تخرب علي يعني في وبعدين فكيتها معبلي. وجابت لها معي قعود. وبعت القعود وبعدين جابت لها بكرة ثم جابت بكرة وهالحين لها وخبرت فيها. وجاني ناس كل منهم يقول حديثية ويجون يجون يقولون ما هي بنا يكلموني عن طريق الجوال يقولون ناقت ناقت لنا بايعتين كذا وكذا ويجون يجون يقولوا ما هي بنا هالحين وش تسوي بها يا طال عمرك. والله راجع المحكمة يا أخي راجع القاضي في المحكمة ويبين لها هذا الذي حصل وهو إن شاء الله يتولى أمرها ويبين لك ما تفعل وما يجب عليك فيها. نعم. شكرا يا عبيد بارك الله فيك. أبو علي من الرياض يسأل فضيلتكم يقول هل من علامات الساعة أن يرتد بعض المسلمين عن دينهم؟ نعم ورد هذا في الحديث لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. فهذا دليل على أن هناك من يرتد من هذه الأمة ومن يكفر من هذه الأمة خصوصا إذا كثرت الفتن وعظمت الفتن في آخر الزمان. لا إلا بالله. نعم. ما المخرج من الفتن يا شيخ؟ الاستعانة بالله عز وجل والتمسك بالكتاب كتاب الله عز وجل في المخرج من الفتن. من تمسك به وعمل به فإنه ينجو من الفتن بإذن الله. وكذلك تجنب الفتن والابتعاد عنها وعن أهلها والدعاء يدعو الله عز وجل بالسلامة من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يكثر من الدعاء. نعم. وما هي أعظم أعظم الفتن؟ الفتنة في الدين. أعظم الفتن الفتنة في الدين. أيضا المسيح الدجال والعياذ بالله ما من نبي إلا حذر أمته الدجال وأكثرهم تحذيرا من الدجال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد الاستعادة من فتنته في آخر كل صلاة استعيذ بالله من 4 من فتنة من عذاب القبر ومن فتنة المحيا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله هذا محمد آدم يقول الآية التي نصت على أهل الزكاة 8 يقول بعض هؤلاء لا نجدهم الآن في هذا الوقت ولكن تنوعت الحاجات فمن مثلا الابن الذي يحتاج إلى زواج أو الأخ هل يعطون من الزكاة؟ لا الزكاة ما تصرف للأولاد ولا للآباء عمودي النسب ما تصرف لهم زكاتك لأنه يجب عليك أن تنفق عليهم إذا احتاجوا وأنت تقدر على إنفاق عليهم يجب عليك أن تنفق عليهم فلا تجعل الزكاة واقية لمالك. نعم. أبو صهيب من الرياض حياك الله. ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم يا شيخنا. معلش لدي سؤال والله لو سمحت. سم تفضل بالاتصال تفضل بالسؤال. الله يبارك فيك. عاوزين نعرف بس ما هي عقيدة الأشاعرة وما مدى قربها أو بعدها من عقيدة أهل السنة والجماعة خصوصا إن احنا بنشوف يعني وبنسمع عن هيئات علمية كبيرة في جامعة الأزهر مثلا بدرسوا عقيدة الأشاعرة وبيعتبروه منهج أساسي لتدريس العقيدة فما مدى صحة ذلك لو سمحت جزاكم الله خيرا. شكرا يا أبو صهيب. يا أخي أن تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة واترك الأشاعرة. الأشاعرة عندهم أخطاء وأغلاط في الأسماء والصفات وفي أمور كثيرة اترك عقيدتهم وادرس عقيدة أهل السنة والجماعة والتزمها وتوفق إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح هذا أحد الأخوة أندونيسي يقول أنا مسلم جديد فماذا علي في البداية أن أتعلمه؟ عليك أن تتعلم أمور دينك تتعلم العقيدة
معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تتعلم أحكام الصلاة، تتعلم أحكام الزكاة، تتعلم أحكام الصيام، تتعلم أحكام الحج. هذه الأمور أركان الإسلام الخمسة تتعلمها حتى تقيمها على الوجه الصحيح. نعم. أحسن الله فضيلة الشيخ صالح، هذه أم عبد الله تسأل في هذا السؤال وتقول: ما هو الطلاق الرجعي وما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق الرجعي هو ما كان دون الثلاث، ما كان دون الثلاث وبدون عوض فإنه هو الرجعي، له يراجعها ما دامت في العدة. طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق الرجعي هو الذي يمكن لصاحبه أن يراجع زوجته بالعقد الأول ما دامت بردهن وأولاه، يعني أزواجهن، بحق وقت العدة. وأما الطلاق البدعي فهو المخالف للكتاب والسنة، كالطلاق في الحيض والطلاق في النفاس والطلاق في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، هذا هو الطلاق البدعي. نعم. أثابكم الله. هذا آدم سعيد يسأل يقول: ما حكم الحلف بغير الله وما هي صيغه؟ الحلف بغير الله هو مثل الواو والباء والتاء، بغير الله فقد كفر وأشرك كما في الحديث الصحيح، لكنه شرك أصغر، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك الحلف. من كان حالفا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. أحمد سالم من أبها يقول: أحيانا تنتابني بعض الشكوك وبعض الوساوس حتى تصل والعياذ بالله إلى العقيدة، فما هي نصيحتكم في ذلك؟ إذا أحسست بشيء من ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واترك الوساوس ولا تفكر فيها، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفكر فيها وتذهب عنك بإذن الله. نعم. حامد من القصيم حياك الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. بخير يا شيخ، كيف حالك؟ جزاك الله بخير. بخير الحمد لله. الله يحييك. نعم. يا شيخ، يا شيخ الله يعطيك العافية، بخصوص المخالفات هذه المرورية التي تدبل، يعني مثلا تدبل دبلين، يعني مثلا تأخذ مخالفة مثلا 300 ريال تجدها بعد يومين 600 ريال، ما حكمها يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، إن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لو كان لم يصلي أو يصومك واستشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا السؤال الثاني، وجزاكم الله خير. أما المخالفات التي تدبل فهذه بإمكانك ترسل السؤال عنها الإدارة الإفتاء ينظرون فيها. وأما السؤال الثاني، من كان آخر كلامه، وهو إيه؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حديث صحيح، إذا قالها معتقدا لها مؤمنا بها وكانت آخر كلامه دخل الجنة، لأن هذا ختم له بخير، ختم له بالتوبة الصادقة. نعم. حتى وإن كان مقصرا في صلاته كما سأل، إذا قالها تائبا، ما هو بلفظ باللسان فقط، قالها تائبا معتقدا لها. نعم. أبو فيصل من الرياض يقول: فضيلة الشيخ صالح، النميمة والغيبة انتشرت في بعض المجالس، فما هي كفارة ذلك وما هي نصيحتكم للكف عن ذلك؟ يجب الكف عن الغيبة والنميمة في المجالس وفي غيرها، لأن هذه جرائم واعتداء على الناس وأعراضهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فيتجنب الغيبة وينصح من يراه يغتاب وينم. وكفارتها كما جاء في الحديث أنه يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
إذا قالها فإنه يكفر ما حصل منه في هذا المجلس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول عودا على بدء على التوسل، يقول هل التوسل من قوادح العقيدة؟ الغير المشروع، التوسل غير المشروع، كالتوسل بذوات الأشخاص، توسل بالجاه، بجاه فلان أو بحق فلان، هذه توسل مبتدع ولا يجوز هذا. نعم. سؤاله الآخر يقول أنا طالب علم ومبتدئ في طلب العلم الشرعي، ما هي نصيحتكم لي؟ أن تواصل طلب العلم، لكن تطلب العلم على من؟ تطلب العلم على العلماء، تطلب العلم في المدارس ومناهج التعليم، ما تطلب العلم على الكتب ولا على أناس متعالمين أو من ليس عندهم علم. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا إبراهيم ياسين من جدة يقول ما المقصود بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة؟ نعم، أخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمنون إخوة في الدين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمؤمنون إخوة في أول الخليقة وفي آخرها إلى أن تقوم الساعة، أخوة في الدين، وهي أقوى من أخوة النسب، تناصرون فيما بينهم على الخير وعلى الحق، ويحب بعضهم بعضا، وإلى غير ذلك من الصفات الحميدة الطيبة. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول ما حكم نقل زكاة المال من المملكة إلى بلد آخر؟ إذا كان هناك ناس أحوج تنقل إلى ناس أشد حاجة، أو البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء وتنقل إلى بلد فيه فقراء، فإذا كان النقل لغرض صحيح فلا بأس بذلك. نعم.